نحتفل 30 سنة على البرنامج Our Serious Anniversary. بنبص على البرامج اللي احنا عملناها في البداية، وكانت على الراديو وكانت مسجلة، وكنا بنروح نزور أماكن في الجالية ونتكلم مع الناس هناك، ودي مقابلة في مطعم سيجنتشر كافيه اللي كان بيديره أشرف، وقابلنا هناك الشيف ثابت، وهو كان لسه يعني بادئ حياته في عالم المطاعم. اسمعوا معانا ده، ولو سمحتوا ما تنسوش you follow, and if you interested in supporting our show, log on our website and donate. Thank you so much, and bilahdan everybody. With some of the customer here, and ask them about the food and how did they arrive to that place. Introduce yourself, please. Kim, you have had your food here, and I would like to tell me a little bit about this food, and have you had it before, and how do you like it, and why, and what have you? Yes, I have. I've had Lebanese before, which it seems to be very similar, and I liked it very much. I had a house salad and Baba Ghanou. Baba Ghanou. And that was okay. Wasn't good, but was it okay? I know Baba Ghanou, it has to, you know, you have to have an acquired taste for it. It's kind of a new taste for the American taste. Well, you know, what other Middle Eastern restaurant that you have been? Emily's. Oh, the one and only. And she is always in a very bad mood. However, they have the best food, the best bread, the best mahshi. You know, they are great, and they haven't really changed since they opened. Okay, what other food that you'd like? What other Middle Eastern food that you like besides the green salad that you had here? I like tabbouleh. I like kibbeh. Lamb kebab. Lamb kebab, yeah, shish kebab. And now here we come to the man behind all this, Al-Akh Thabit. He is the chef, and we'll let him introduce himself and talk a little bit about himself. عثمان محمد، انا من طبعا من مصر، من محافظه الدقهليه. طبعا حضرت في امريكا سنه 1989، طبعا عن طريق الاردن. طبعا وانا دلوقتي حاليا شغال في مطعم سيجنتشر كافيه، طبعا صاحبه الاخ اشرف معتز. طبعا اخ ثابت، انت قبل ما تيجي امريكا كنت بتعمل ايه في مصر؟ يعني انت نقلت الاردن، بس قبل ما تقرر انك تسيب مصر كنت بتعمل فيها ايه؟ والله يا اخ احمد، انا حاصل على دبلوم صنايع قسم سيارات، بس طبعا ما كانش عندي شجاعة ان انا اخد قسم سيارات، لان كنت بلعب كوره، وطبعا الكوره دي كانت بتاكلني عيشي ولها مستقبل كويس. وطبعا كنت بلعب في نادي المنصوره وانا صغير، وانا عندي 17 سنه، ورجعت اتنقلت الى نادي غزل دمياط في درجه اولى، وقعدت في غزل دمياط لغايه سنه 1983. وطبعا في كان واحد شافني من الاردن واتفرج عليا، حب يتعاقد معايا بان انا العب في شركه، طبعا بمبلغ كويس. طبعا اي واحد يتمنى اي حاجه زي دي. ورحت قعدت في الاردن 4 سنين، كنت بلعب في شركه المؤسسه الوطنيه، وطبعا يعني الحمد لله. انت كنت بتلعب في مصر في نادي دمياط، يعني دمياط كان في الدوري الممتاز. يس. انت لعبت ضد الاهلي والزمالك ونفس؟ لعبت ضد الانديه دي كلها، وكان طبعا حارس مرمى. حارس مرمى، ذاتس مركز يعني اللي بيدخل فيه الاجوان، يعني يعني دخل فيك اجوان من مين؟ من الناس بتوع الاهلي اللي بنعرفهم؟ لا ما تقولش بقى، عشان ما نضحكش علينا الناس علينا. يعني ليك الفخر يعني لما واحد الخطيب يدخل في الجونه؟ بصراحه ما لعبتش ضد الخطيب، يعني كنت اتمنى العب ضد الخطيب ويجيب فيه 10 تجوان، مش مشكله يعني. اي واحد بيتمنى يلعب ضد الخطيب يعني، بس الحمد لله يعني ربط لي شهره في مصر، والحمد لله كنت يعني
سمعتي كويسة والناس كانوا يحبوني جدا، وربطت طبعا ليا مشجعين جدا، وحتى في الأردن كنت عامل يعني رابطة مشجعين جدا بيحبوني، وكنت بعمل قرش حلو في الأردن. طب ايه اللي قررت، ازاي قررت انك تسيب الأردن وتيجي هنا وتدخل في المطاعم والحاجات دي؟ انا يعني من اللي انت الكلام بيقوله يعني ما طبختش قبل كده ولا عمرك كنت في الصناعه دي قبل كده، ازاي قررت انك تسيب الأردن وازاي قررت انك تدخل في اعمال المطاعم؟ والله وانا في الاردن طبعا الواحد لما يكون متغرب ده يعني بيطبخ لنفسه ويعمل لنفسه كل حاجه. وبعدين كان في الاخ عزام صبري كان شغال مع اخوه في مكتب، وطبعا يعني باخلاقي حابيني كتير جدا، وقال لي انا عاوزك تيجي عندي امريكا، انا عندي مطعم تشتغل فيه وبتاع. وطبعا اي واحد عربي شاب بيتمنى يطلع امريكا بيفكر يعني ايه امريكا امريكا، والله نفسي اطلع امريكا. طبعا ساعه ما سمعت امريكا دي يعني ايه قلت له انا مستعد، اديته جواز السفر بتاعي، راح السفاره كان هو بيعرف السفير الامريكي في السفاره الاردنيه. عزام صبر ده بيعرف كل الناس الحقيقه، عزام صبر واصل جدا في الاردن ولهم سمعه كويسه جدا في الاردن، هو واخوه طبعا، اخوه اسمه عزم صبري وقمه الاخلاق. طبعا لما جاب لي الفيزا طبعا يعني كنت مندهش حقيقي. وطبعا جت على هنا، اول ما جت هنا جت على شيكاغو قعدت فيها اسبوعين، وجت على مينيسوتا طبعا اشتغلت في المطعم مع عزام. طبعا يعني ما كنتش عندي فكره عن الطبيخ، شويه كده شويه اتعلمت على الطبيخ، قعدت عند عزام صبري 4 شهور وسبت عزام ورحت عند الاخ وجدي بتاع هولي لاند، طبعا اشتغلت عنده. وطبعا كويس اللي انا اشتغل، الشغل مش عيب، احسن كده ولا مد ايدي للناس. لا طبعا بصفتك رئيس الطباخين هنا ممكن تقول لنا يعني ايه احسن طبق بتحب تعمله او يعني بتنصح الناس ان هم ياكلوا نوع الطبق ده لما يجوا يزوروا سيجنتشر كافيه؟ لا بقى ما تقوليش رئيس الطباخين، انا طبعا الاخ اشرف معتز الاونر بتاع المحل طبعا هو له الشرف يعني، يعني بان هو اللي علمنا الطبيخ، وحقيقي يشكر جدا جدا جدا، وهو يعني من قمه الاخلاق. اوكي اوكي وي جات ذا بوينت. بصفة الطبق اللي انت بتطبخه اللي هو انت بتعتز بيه وتحس فعلا ان انت عاوز تقدمه للناس اللي هو بيمثلك فعلا، تحس كده ان انت عملت حاجة ثابت بس اللي يقدر يعملها يعني بنوع وطعمها يعني انت مستريح منه وتحب تقدمه للناس، ايه الطبق ده؟ طبعا بالنسبة للزبائن اللي بتجي لنا هنا بيحبوا الأكل سبايسي، وأنا الطبق المفضل عندي اللي هي المسقعة واللام ستو من بالنسبة للأكل العربية. بالنسبة للأكل الأمريكانية يعني بحب أعمل التشيكن بالمافيرا، طبق حلو جدا جدا، والحمد لله الزبائن عندنا هنا يعني بيشكروا في الأكل. طيب يا اخ ثابت، يعني انت بقالك مده هنا في المطاعم بتطبخ وبتاكلنا اكل ممتاز، يعني ايه بقى خططك في المستقبل؟ والله شكرا يا استاذ احمد اللي انت يعني بتشكر لاكلي. يعني انا في نيتي بان انا افتح مطعم ان شاء الله قريب، يعني خلال الشهر ده او الشهر الجاي، لان طبعا الواحد يعني اشتغلت كتير والحمد لله اتعلمت الطبيخ. طبعا مش اتعلمت الطبيخ رحت مدرسه ولا بتاع، لا اتعلمته يعني من الاخ اشرف معتز، وباذن الله انا بدور على مطعم يكون يعني كويس وربنا يوفقني وخلي الزباين يتبسطوا، والعرب كمان ان شاء الله يشرفوني عندي ويتبسطوا من المطعم، لانها طبعا قبل كل حاجه لازم الزبون بتاعي يطلع مبسوط من المطعم، وان شاء الله هكون عند حزن العرب كلها، وطبعا اكون سعيد جدا لما الاقي عرب يجوا ياكلوا عندي، اكون مبسوط جدا 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 ونسعدهم طبعا. والاخ احمد طبعا يعني هوكل اكلي طبعا وبيشكر في اكلي، مش عارف ده بيجاملني ولا لا. طب احنا شاكرين جدا يا اخي ثابت الوقت الجميل اللي قضيته معانا دوت، ونحب الاخوه المستمعين ان هم تشيك ذس ريستورانت اوت سيجنتشر كافيه 130 وارويك ستريت ساوث ايست 34 بلوكس ساوث اوف كي اس تي بي اون شانل 5 on University Avenue. The number to call, ممكن تتصلوا بالنمرة دي وتاخدوا الدايركشن أو تعملوا ريزرفيشن. في سبيشال على الملوخية يوم الخميس and بوفيه لانش بوفيه رايت؟ اوكي يوم الجمعة لانش ودينر والسبت دينر، وطبعا سيجنتشر كافيه مستعد لتوصيل الطلبات و
للأفراح والأموات والأميات وكل حاجة. النمرة تتصل 378-0237 378-0237.